السلام عليكم. القفص العائم بمحيط 120 متر وقطر 40 متر من أكبر المقاسات المعروفة في مشاريع الاستزراع السمكي، وهو شائع الاستخدام في المشاريع ذات الإنتاج العالي أكثر من 2000 طن سنويا. يصنع من مادة البوليثيلين عالي الكثافة. من مميزاته أن حجمه الكبير يسمح باستزراع كميات أكبر تصل إلى 200 طن في القفص الواحد في الدورة الواحدة، أي نصف مليون سمكة. مع كل هالمميزات، حجمها الكبير يسبب لنا صعوبة في عمليات التشغيل اليومية مثل تغيير الشباك وأعمال الصيانة والفحص، بالإضافة إلى سرعة انتشار العدوى في حال حدوث مرض لا سمح الله. إذا كنت تبغى تركب هذا القفص في مزرعتك، لازم تستعد بتوفير المعدات اللازمة مثل القوارب والأوناش ذات الطاقة والقدرة الكافية، أيضا العمالة الفنية المدربة، ولازم تتبع برنامج أمن حيوي صارم وبشكل منضبط لتلافي حدوث الأمراض وانتشارها لا سمح الله.